قبل أيام قليلة من موعد كلاسيكو الدار البيضاء بين الرجاء والوداد، ذكر الموقع الإخباري لراديو موزايك أهم المحطات الإذاعية التونسية. ذكر أن رئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة أعلن أن فريقه توصل لاتفاق مع المدرب السابق للفريق التونسي فوز البنزرتي. وأكد بودريقة للإذاعة التونسية أن البنزرتي سيشرف على الرجاء بداية من الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي البرتغالي جوزي روماو. للإشارة، فقد سبق للبنزرتي أن درب الرجاء الموسم الماضي وقاده الاحتلال المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، وكذلك المرتبة الثانية في البطولة الوطنية الاحترافية.